صديقات والأصدقاء، تحية طيبة. حلقتنا اليوم عن ما هو الدين وما هو ليس بالدين، وهل يتعارض مع الإلحاد وقيم العصر كالحرية والمساواة؟ حين نتحدث عن الدين ستشعر الأغلبية بأن ما نقصده مفهوم ولا يحتاج توضيحا، بل أننا سنعقد الموضوع أكثر لو تساءلنا ما الذي هو ليس بدين، وهل أن الإلحاد هو نوع من أنواع الدين، وهل يمكن مثلا القول بأن الأديان تؤمن بحقوق الإنسان كما يزعم كثيرون؟ صديقاتي أصدقائي، كانت هذه المقدمة ضرورية للكشف عن موضوع هذه الحلقة، وهي عن ضبط المفاهيم وضرورة عدم الخلط فيما بينها. ملخص هذه الحلقة: الخلط المقصود بين مصطلح ومفهوم الدين والدولة، وأيضا الخلط بين الله كفكرة والدين، وبين الدين والإلحاد، والدين والإيمان، والدين والحب. أيضا سنتعرض إلى موضوع الرابع، وهو هل هنالك شيء خارج الدين. الموضوع الخامس والأخير هو ما أهمية السؤال عن معنى الدين، ولما نحن بحاجة ماسة للتفكير في الأمر. بدءا ولتوضيح المشكلة سنسأل العم جوجل عن الدين ولنرى إجابته. شارونا معي الصورة لعملية بحث أجريتها بالعربية والإنجليزية لمفردة الدين، وقارنتها مع عملية بحث عن مفهوم الدين. عندما بحثنا عن كلمة الدين بالعربية حصلنا على نحو 400 مليون نتيجة، تخيلوا رقم هائل. بما اختلفت الحال تماما حين سألنا ما هو الدين، فقد انخفض الرقم نحو تقريبا 2000 مرة، وصار بحدود 200 ألف نتيجة كما تشاهدون. أما عندما عقدنا البحث قليلا وسألنا عن مفهوم الدين، فانخفض رقم إلى 65 ألف نتيجة. هذا الحال كان مماثل تقريبا مع مفردة ريليجن الإنجليزية، فسألنا الشيخ جوجل وفازت هذه الكلمة ولله الحمد بمليار ومئة وثلاثين ألف نتيجة، فيما تغير الحال مع تعريف الدين كما الحال مع العربية، وأصبح مليون ومئة ألف نتيجة، أي بانخفاض قدره 1000 مرة. نستنتج مما سبق، وبغض النظر عن طريقة جوجل في حساب هذه النتائج، أننا نستخدم كلمة الدين وكأننا نعرفها جيدا، فلو كان الناس لديهم شك كبير فيما يعتبرونه مفهوما لانعكس واقع الأرقام بشدة. طبعا هذا غير صحيح، بدليل أن بلداننا تشتعل منذ قرون بالخلافات الدينية التي لا نهاية لها، وكل منهم لديه تعريفه الخاص للدين. هذا التناقض يجعلنا نسأل ليش أو لماذا نضع العبادة مثلا في خانة الدين، ولماذا لا نضع الحرية معها مثلا؟ ألا يعني هذا أن الدين يتعارض مع الحرية ولا يؤمن بها؟ ثم ماذا تقول المعاجم والموسوعات والكتب المنهجية عن الدين كمصطلح؟ بحثنا طبعا ووجدنا نحو 50 تعريف، وسنطلعكم على صورة لهذه التعريفات. أحد هذه التعريفات طريف، كان يقول لا يوجد أي معنى للدين ولا تدورون، يعني لتعبوا نفسكم. باختصار الأمر مربك جدا، لكننا سنحاول لسبب أساسي كي نتلافى سوء الفهم في تقديم تصورنا الخاص لمفهوم الدين أو غيره من المفاهيم الإشكالية. إحنا أمامنا حلقات كثيرة في ضمن مشروع التنوير والتثوير، ولابد أن ما يصير سوء فهم بما نقصده. الحث على التنوير موضوعنا الرئيسي هنا، ولأن الدين من مخلفات الماضي فلا تنوير ولا تثوير إن لم نبدأ بنقده. ولهذا وقبل التوغل بعيدا في مشروعنا، يجب أن نقدم تصورنا لمعنى الدين ومفهومه وجوهره في حلقات ثلاث. والآن ما هو معنى الدين كمفردة لغوية؟ كما رأيتم في نتائج جوجل، قل من يسأل ما هو الدين. مع هذا هناك المئات من المفكرين الذين حاولوا الإجابة، طبعا فيها تناقضات لا تنتهي، ونجد أن الحل يكمن ربما في تغيير صيغة السؤال حتى تتضح الإجابة ونفرز الإجابات ما بين الإجابات. كأن نسأل مثلا ما الذي لا يمكن اعتباره دينا؟ أول ما يفاجئنا عند الاطلاع على معنى الكلمة في اللغة العربية أنها لا تحمل جميع المعاني اللطيفة المنتشرة في مواقع التواصل وكتب المدارس والمنابر، فلن نجد فيها مثلا أي إشارة للرحمة ولا المحبة ولا التسامح
ولا المسالمة ولا التعقل ولا المنطق ولا حتى الإنسانية. حتى تأكدون بأنفسكم راح نقدم لكم بعض معانيها، ومنها الطاعة، القهر، الحكم أو السياسة، الذل. أول كلمة مشتقة من فعل دانة وأصله دين ومعناه أذل أو استعبد، وذكر في القرآن بعدة معاني، مرة بمعنى الحكم وأخرى بمعنى الدين كما في يوم الدينونة والحساب، وورد أيضا بمعنى وجود علاقة بين الطرفين، أحدهما يعتقد بأنه خلق وضيعا وبمنزلة واطئة والآخر خلق أو وجد ليعلو عليه. أما في اللاتينية فقد فسر الخطيب شيشرون قبل ظهور المسيحية معنى كلمة الدين ريليجيو بأنها ما يربط بين الناس وبكل ما هو متضاد مع الخرافات والأناية أو الأناية بعبادة الآلهة. وهذا هذه الكلمة أخذها المسيحيين عندما أصبحت الإمبراطورة الرومانية مسيحية، أخذوك كتعبير عن صلة العهد مع إله الخلق الواحد الأحد الذي ذكر في الكتب المقدسة ومنه أسس اللاهوت الأوروبي فلسفة. في الإنجليزية والفرنسية كلمة religion أو religion مشتقة عن اللاتينية، وهي تعني بشكل عام الإحساس المصحوب بخوف أو تأنيب ضمير بأداء واجب ما تجاه الآلهة. الآن أقدم لكم وأعرض لكم قائمة بمعاني الدين في عدد من اللغات. الآن كيف نفهم معنى الإصطلاحي لكلمة دين؟ طبعاً تتعدد التعريفات الإصطلاحية للدين حسب وجهة نظر صاحب التعريف، وهناك نوعان من الفهم لهذا المعنى، الأول بحسن نية والثاني بسوء نية. فمن يتابع اليوتيوب والفضائيات سيشاهد مئات المواد والمناظرات الحادة حول الدين. هذه النقاشات ليست بين الملحدين بالضرورة والمتدينين، إنما بين المتدينين أنفسهم. سنكتشف من هذه الحوارات أن هناك إساءة استعمال خطيرة جدا للمفاهيم فيما بينهم، وهذا الأمر يفوت على كثيرين من الذين ليست لديهم العدة المعرفية للتمييز بين المصطلحات والمفاهيم. فبالنتيجة ما جدوى هذا الحوار والمناظرة، أنها ليست أكثر من مضيعة الوقت وتشويش على قضايا هي أصلا مشوشة. اللغة هي وعاء الفكر، فتخيلوا حال هذا الفكر إذا كان هذا الوعاء قذر ومثقوب ومشوه، ولكم أن تتصوروا أنواع الأمراض الاجتماعية والفكرية إذا كانت هناك نوايا سيئة أصلا وهدفها استغفال الناس وخداعهم واستغلالهم. تعرفون الدين ليس بريء من التشابك مع مصالح وأموال ومؤسسات وسياسات، ويعني الدين بأكمله لم يعد بريئا مما يجري، ولهذا يجب أن نكون حذرين جدا بالتعاطي معه. وهذا هدفنا الآن، إحنا عندما نتحدث عن ضرورة الفرز بين المفاهيم والمصطلحات هو حتى الإنسان يستطيع أن يتخذ قراره ويفهم ما يقال له ويفرز بين الأشياء. حديثا هناك نحو 50 تعريف للدين نختصرها في بضع نقاط. أولا أنه إيمان بوجود قوة خارقة خارج الطبيعة. ثانيا أنه قوة تربط بين الأفراد داخل المجتمع. ثالثا شعور بالتبعية المطلقة. رابعا رابطة تتجاوز ما هو عابر ويوم. من أشهر هذه التعريفات هو تعريف عالم الاجتماع أو مؤسس المجتمع الكبير دوركان، وقال بأنه الدين هو يمثل المجتمع أو الله هو المجتمع نفسه، وأن الدين هو نظام من المعتقدات تديره مؤسسة اجتماعية قوامها التفريق بين عالمين، عالم المقدس وعالم غير المقدس. أما من جهة المفسرين الإسلاميين راح نشوف بأنه الطبري مثلا فسر مفردة الدين في الآية أن الدين عند الله الإسلام، قال بأنه الدين هنا يأتي بمعنى الطاعة والذلة والإنقياد، وهذا طبعا معظم المفسرين اللاحقين أخذوا عنه، ومن أتهم ابن تيمية ما راح يبتعد عنه كثيرا، يقول أنه الدين هو طاعة الله. كما أن هناك من عرف الدين بأنه الشرع الإلهي المتلقى عن طريق الوحي، لكن القرآن ما يقصر تعريف الدين على الدين السماوي فقط، هذا الشيء الملاحظ، فهو يؤكد أن كل ما يتعبده الناس يصح أن يسمى دينا سواء كان صحيحا أو باطلا، بدليل أن الآية بآل عمران تقول ومن يبتغي غير الله أو غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. مع هذا عندما نتابع كلمة الدين
كيف يتعامل مع القرآن، نكتشف بأنه يتعامل معها بطريقة بتاع كله، يعني كل شو تريد معنى كلمة دين؟ هي حكم، هي سلطة، هي قانون، هي شريعة، هي حساب، هي يعني شيء ما تطلع منه بنتيجة. فمرة تطلع أيضا توحيد، تجي معنى التوحيد، تجي معنى الجزاء، تجي معنى معاني عديدة. المهم هذه كلها حصرها ابن الجوزية بكتاب مشهور له اسمه المدهش، ممكن تراجعونه تجدون كل هذه التعريفات أو المعاني. أنا أشوف بأنه هذا التعدد للمعنى مقصود، لم يأتي اعتباطا، والهدف أنه يوحي بأن الدين يشمل كل شيء في الحياة. وهذا طبعا هو اللي راسخ الآن في حياتنا وواقعنا وفي لاوعي شعوبنا العربية بعدته. يعني نادرا ما تجد شخص تقول له شنو الدين، يقول لك هو كل شيء. هذا الأمر اكتشفه شلون؟ عندما نروح نتابع معنى كلمة الدين الشبه المحدود بالعبرية، وهي طبعا هي ابنة عم العربية وأكبر منها بألف سنة. هاي المفردة معناها هناك عندهم دين أو دينيم، معناها محدد وهو واضح، وهو القانون أو الأحكام، هذه بالعبرية. أما كلمة دينو بالأكدية فمعناها القضاء والقاضي والديان، هذه الآرامية أيضا ضمن المعنى نفسه. لكن كما قلت، الفقهاء رسخوا في أذهان الناس فكرة بأن الدين هو العلم الكامل المكمل الذي لا يعلو عليه أي علم ومعرفة أخرى، وهو يؤكد على أن الدين هو كل شيء، وأنه كل ما عداه هو لا يحظى بأهميته. لهذا السبب كان أهمية وجود جامع أكبر من أهمية وجود مستشفى وإلى الأولوية. وهذا أنا مو كلامي، أنتم ممكن تراجعون أركان وأصول الدين وأصول الفقه، تجدون أنه القضايا الخدمية والأساسية لحياة الإنسان هي ليست من أركان الدين ولا إلا من فروع الفروع. هاي القضية أنتجت ماذا؟ أنتجت خلط مقصود بين عديد من المفاهيم، بحيث تشوف الدين مرات يقول لك هو الدين هو الدولة. هذا الخلط هو استغلته الحركات الأصولية والحركات الدينية العديدة اللي شهدها تاريخنا، وما شاء الله احنا ما توقفت الحروب من يوم السقيفة حتى يومنا هذا، لا من يوم الهجرة إلى المدينة حتى هذا اليوم، الحروب الإسلامية والغزوات سواء ضد الآخرين أو فيما بيننا هي مستمرة ولله الحمد، ونشوف الخير إن شاء الله. حتى نتحدث عن الخلط بين الإلحاد والدين، أنا أقول أنه الإلحاد لا يوجد إلا في مناخ ديني. لهذا السبب هو تابع للمناخ الديني، وهو يدور في فضاء الدين. لأنه هو ما هو الإلحاد؟ الإلحاد هو نوع من التكفير متبادل بين حفلة مؤمنين، أنه كل طرف هو مؤمن بقضية معينة، أنت لا تؤمن بإيماني فأنت ملحد به. هذا المعنى يؤدي أنه مثلا أنت غير مؤمن بالله، فهذا لا يعني أنك ملحد، إنما ملحد مؤمن بإلحادك. لأن الإنسان العقلاني لا يمكن أن يكون ملحد، الإنسان العقلاني ما له علاقة بالموضوع، له علاقة بأنه هو يفكر بطريقة عقلانية. ما مجبور أنا أنت تحطني تصنفني بطريقتك. هناك مغالطة أخرى بربط الدين بالإيمان، واعتبار كل إيمان هو دين، وهي مغالطة كبيرة. فلا يجتمع الدين أبدا مع الإيمان. لماذا؟ لأن الدين تمثل وتنشر مؤسسة، لا عادة لا تكون غير إنسانية وحشدية وقمعية بطبيعتها. يعني هذا مو مسبب للمؤسسة، هي الدين بطبيعته والدين يفرز مؤسسات قمعية ومؤسسات صارمة وتعاقب وتقيم الحدود. هاي هو هذا الدين، مو الدين محبة وسلام. هذا كلام هذا الإنشائي، هذا يقوله يعني للتطبيب على الأكتاف. أما الإيمان فمسألة شخصية وجدانية واختيارية، يعني حرة، ما ممكن فرضها بالقوة على أي أحد، لأن يعني لا يمكن، لا يستطيع أحد الدخول إلى أعماق أي إنسان وجعله يؤمن بشيء ما رغما عنه. يعني ما يقدر جبره، هو داخله أكو شيء، شو يسوي له؟ سبب الخطأ وين؟ وهنا القضية، ليش هذا الخلط؟ يعود بأننا أن رجال الدين خلطوا بين الإيمان والاعتقاد بشكل مقصود. الدين ليش؟ الدين بحقيقة يفضل الاعتقاد على الإيمان، ما يريد الإيمان. لهذا السبب عندما تراقبون، عندما تشوفون تعريفات الإيمان في الدين الإسلامي خاصة، وهذا اللي عرفه، تشوف أن أكو عبارات ملغومة بالتعريف بمفهوم الإيمان. ليش؟ لأنه الإيمان نابع من وجدان المؤمن،
وأي مؤمن يعني مو بدين أو غير دين ما له علاقة، هذا نابع من وجدانه ويمارسه بهاجس الحرية مو بهاجس الاعتقاد الجازم. هذا خطر طبعا على الدين، على أي دين، لأنه قد يؤدي بهذا الشخص إلى أن يتمرد على العقيدة، وبالطور وبالضرورة يتمرد على من يشرف على نشرها بين المؤمنين أو الأتباع. بالحقيقة هم لا يبحثون عن المؤمنين، يبحثون عن أتباع فقط ورعية يطبقون ويطيعون، وهذا هو المعاني كلمة الدين أيضا. وقلت هو المسؤول عن هذا الموضوع هم رجال الدين ورجال الحكم والسلطة المتحالفين معهم، لأن هاي المسألة هي جزء من عمليات غسيل الدماغ اللي مارسوها بشكل يومي. لأنه هو ليش منتشرينه بكل شارع، كل شارع وبكل حارة وبكل زقاق؟ ليش؟ حتى هاي العملية الغسيل الدماغ تستمر وتتواصل، أي تلكه أو أي انسحاب أو إعطاء مجال أو فرصة للناس أن يرفعون عنهم سلاح التعبوي هذا المستمر ممكن يتخلون عن الدين وتجذبهم توجهات أخرى. ولهذا السبب أيضا هؤلاء موجودين مو فقط لإدامة هذه العملية التعبوية، إنما لمنع أي جهة أخرى من إطلاق سراح الناس من براثن هذه المعابد المنتشرة في كل مكان. ولكي نثبت قولنا سنتساءل هل من الممكن العثور على إيمان جماعي؟ وإن وجد ألا يعد الأمر عندئذ أكبر كذبة في التاريخ؟ للإجابة أدعوكم لمراجعة فترة الخلافة الراشدة اللي عاش بها الصحابة والتابعين، وهي هاي الفترة اللي اعتبرها رجال الدين فترة ذهبية، اللي كان يصورون بأنه الصحابة كانوا أحبة ومتحابين فيما بينهم، وأن هؤلاء كانوا يعيشون حالة إيمان عام مشترك فيما بينهم لا تشوبه أي شائبة. أترك لكم الإجابة، ويكفي أن أقول لكم أنه ثلاثة من الخلفاء تم قتلهم، وأما الرابع وهو أبو بكر يقال أيضا مات مسموما. عموما تعريف للدين أنه هو نزوء ذهني غيبي لتثبيت تصور محدد ومؤبد للعالم والإنسان والأشياء، وقد يتطلب هذا في الأديان المنظمة اختراع قوة إلهية مطلقة ترعى هذا التصور وتشرعنه، وغالبا ما تكون هذه القوة مثالية ومما وراء الطبيعة. لماذا؟ لكي توفر شرعية تلزم جميع المؤمنين بالخضوع لها واتباع أوامرها القاطعة، وهذا كله وفق التعليمات طبعا محددة يجري اعتمادها كدليل عملي في جميع مجالات الحياة، وضمن منظومة من القيم كالصح والخطأ أو الحلال والحرام. وهذه المنظومة بالتأكيد تختلف من دين إلى آخر وحسب بيئة وظرف كل دين. أيضا من أبرز خواص الدين حسب وجهة نظري أنه يقدم إجابات لا دليل عليها على أي شيء، يعني نسأل عن مسألة الحياة والموت والوجود والآخرة وما بعد الموت، كل هذا يقدم لك أجوبة خرافية ماكو أي دليل عليها. وبالوقت نفسه هو عندما تقول له هذا خطأ يقول لك أنت قدم دليل، يعني هذا هو جزء من الجدل الديني، يعني ما أعرف شو أسميه، فشيء عجيب يعني. المهم الدين دائما يستخدم كل الوسائل السليمة كانت أو غير سليمة لإقناع المؤمنين بهذه المعتقدات أو الخرافية. ولكن أنا هذا مو كل الأديان طبعا تؤدي هذه العملية، فقط الأديان اللي ارتباط سلطة بالسلطة قوي بالسلطة، الأديان المؤسساتية الشمولية وخاصة الأديان التوحيدية، والدين الشمولي آخر والبوذية أيضا. وهذه الأديان دائما تحارب أي محاولة لأي دحض لأفكارها وإنكارها من قبل أي جهة أخرى. والآن أصل إلى الفقرة الأخيرة وأقول هل هنالك شيء يدور خارج فضاء الدين؟ الجواب كلا ونعم. الجواب كلا، وأقول فيه بأن الدين الشمولي بطبيعته وطبعه استبدادي ولا يرضى إلا بأن يتبوأ السلطة الكاملة الشاملة على كل شيء، وهذا الحال ينطبق على المسلمين. فالدين بالنسبة لهم هو الطريق المستقيم اللي لابد من أن يسير فيه كل إنسان، وعبره فقط يخرج الناس كما يقول من غياها بالظلام والمعصية إلى نور الهداية. لهذا نجد أنه تعالي الدين على الناس هكذا يولي الضغط هائل على الجميع ويسفر عن ردات فعل مختلفة بين الأفراد، لأن رجال الدين دائما وأبدا يرفضون أي محاولة لإخضاع الدين لواقع حياة الناس وظروفهم، بحجة أن الدين جاء ليحكم حياة الناس ويصحح مسارهم لا أن يحكم بواقعهم. طبعا أنا أعرف راح يعترضون بعض مثلا يقولون لا الحب والمحبة والتسامح موجودة بالدين، هذا احنا الان ليش هاي الحلقه كلها غير حتى نعرف انه هذا الدين، هذا تعريف والمعنى الاصطلاحي، هذا المعنى
ما شفنا بكلمة حب ولا محبة ولا تسامح ولا أي شيء قريب من أتها. فإحنا هاي الغاية من أتها. فيعني اللي يعترض ويقول وين الحب والمحبة والتسامح، فنقول له أخي هاي الحلقة كلها على شنو احنا مسوينها؟ هنالك عالمان، عالم جيد اللي اختار الدين، اللي ثبت نفس الدين اللي وقف به، وهذا العالم مالك يعني، هذا اللي أفكر بهاي الطريقة. أي شيء آخر هو لا، مرفوض. العالم الآخر مرفوض، إما أن هذا العالم يتقولب على طريقتي أو لا. أنه هو يعني مو أني أتأقلم مع العالم، لا، العالم يتأقلم معي. هذه الثنائية عجيبة، والثنائية ليست بين عالم الدين وعالم الوجود، لا، حتى داخل النفس. أنه النفس نفسها منشطرة بين جسد وروح. الجسد مرفوض، لماذا؟ لأنه الجسد هو منتسب لهذا العالم. يعني الجسد مرفوض لأنه هو هذا يعني تابع للغرائز، لأنه هو حر. الحرية الجسد مرفوضة. أنا أبحث، أحاول أن أقبض على العالم، أقبض على الأشياء، أقبض على أي شيء يتغير، أجعله واقف وثابت ولا يمكن السماح له بأي حركة. هذا الثبات هو المطلوب دينيا. أي متغير، أي متحرك، أي متنوع، هذا مرفوض، لأنه يخلي يفقد يعني رجل الدين أو رجل السلطة بشكل عام يفقد السيطرة. كيف ممكن أسيطر عليك وأنت متغير ومتحرك وكل شوية عندك رأي؟ كيف؟ لا يمكن. إذن جوهر الدين هنا، وسأتحدث عن الموضوع في حلقة أخرى. الآن بس أقول بأنه الدين وفق المفهوم أو المعنى المعطى، يعني هذا مو من عندي أنا جايبه، أنا هاي الحلقة كلها على مود أوضح بأن الدين هو هذا، يعني مو التعبير. أنا اللي قلت لكم هذا الدين وهاي تعريفاته، سواء عندنا أو عند غيرنا أو كمسلمين أو أديان أخرى، طلعتها لكم وحدة وحدة. ما لي شفتوا بها شيء ثاني؟ ما شفتوا بها هاي الأشياء اللي دحكي بها؟ يعني هاي الأشياء التي ليست بدين هي القضية الأساسية طلعت. يعني القضية اللي يكشفها الدين قضية مرعبة وفي خطورتها. عموما أنا أقول ماكو شيء اسمه خصوصية، ولا أكو فرد، ولا أكو شخص بالأديان. هنالك كتلة هلامية كلية اسمها جماعة، اسمها كنيسة، اسمها كنيس، اسمها ملة، اسمها يعني أي اسم، بس ماكو مجتمع، ماكو تنوع. التنوع مرفوض بالدين. أنا ما جاي أتحدث ضد الدين، لا، أنا أقول هذا هو الدين. وقضية يمكن تقبلها أو ما تقبلها قضية أخرى، لكن بس عرفه عايزك تعرف ما هو الدين. الجواب الثاني أنه هل هناك أشياء خارج الدين أو خارج فضاء الدين؟ الجواب كلا. هناك كثير من أشياء خارج فضاء الدين، كثير جدا، عكس ما هو متوقع، عكس ما هو يعني مختلط عند ذهن الكثيرين، بدليل انه يعني ان الدين ما يشغل جانب كبير من الحياه. هنالك اشياء يعتقدون البعض انه هي داخله بحقل الدين، لكن هي ما لها علاقه بالدين، مثل الله. الله والدين، الله مو حق الدين، لان اسم الله هو مو احتكار اسلامي، ممكن الله الفكره او الوجود الكلي اي شيء. هذا الله لا يمكن ان يحتكر من قبل اي جهه كانت، سواء هو رجل دين من اي طائفه مسلمه أو من أي دين كان، لا يمكن أن تحتكر لصالحك. قل هذا الإله مالتي، بس أنا ما مجبر أحضر، أنا ربما أنا عندي له، ربما ما أعترف بإله، هذا شأني الخاص مو شأنك. هاي المسألة أيضا مثل الإيمان أيضا مو شأن ديني خالص. ممكن واحد إنسان يكون مؤمن بالكتابة، ممكن أن مؤمن بالرقص، مؤمن بالشعر أيضا. قضية مثل الإنسان الأخلاق، العقل، العلم، الحرية، الحب، المحبة، هاي كلها أشياء ما لها علاقة الدين بها، ما لها علاقة على الإطلاق. وحتى إذا مثل العقل فرضا، عندما يستعمل العقل يستعمله كمطية، وهذا بالناس موجود أنه العقل هو مطية للعلم للدين، وإلا فما نحتاج العقل. يعني هاي موجود، يعني مو أنا هاي روح تلقونها مليون مصدر. طبعا قد يعترض البعض ويقول لا، الحب والمحبة والتسامح يعني ماكو دين ما يدعو إلها. لا، أنا لا، ما موجودة هاي أخي، ما موجودة هاي الأشياء بالدين، وليس من وظيفته أن ينشر الحب والمحبة، مو هاي قضيته. الدين الشامل الشائع الموجود، أنا أقصد، مو المعطى
أنا ما أقصد الدين اللي بالمخيلة، أنا أقصد الدين المعاش الذي مارسناه طوال حياتنا وتاريخنا، هذا اللي أتحدث عنه. لا تحكي هذا خلط آخر طبعا لازم أشير له، لا تخلط لي بين المتخيل في ذهنك وبين الموجود. هذا الموجود هو هذا اللي أريده أنا. فالدين المتخيل اللي رسخه هذا الكهنة الدجالين والفضائيات والناس اللي مطبلين لهم والمزمرين، هذول أنا ما لي علاقة بهم. يعني يتحدثون كلام عام لكنهم يمارسون حياة مختلفة وينفذون قرارات مختلفة ما لها علاقة بهم. أنا أتحدث عن دين معاش ومعطى أشناء وعاشوا أجدادنا منذ 1500 سنة أو 2000 سنة، وهذا الدين اللي عشناه ينطو على معاني كثيرة منها. يعني اللي احنا قلنا اللي ما لها علاقة بالدين بها مثل الحب والمحبة والحرية والعلم والأخلاق، اللي ينطو عليها هي قيم ومفاهيم ومعاني الاستبداد والكراهية والعنصرية والظلم والجور والجور والاستعباد ونشر الجهل وشن الحروب وارتكاب المذابح، هاي كلها علاقة الدين بها. يعني مو من جيبي، هاي كلها معروفة. يعني لابد أن نعترف بها، ولابد أن يكون رجال الدين أو المعنيين بالدين من الشجاعة بحيث يواجهوها ويجدون لها أجوبة. وأنا أختم وأقول هذا الصراع ليس بين رجال الدين والعلمانيين، هذا الكلام اللي أقوله الآن، وليس بين رجال الدين وملحدين، إنما ولا رجال الدين وعقله والناس عقلانيين، إنما هو صراع قديم. يعني مو ظهور الأديان الشمولية الاستبدادية التي تطمح إلى السلطة دائما، وهذا الموجود دائما، لأنه لا يمكن أن 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 تضغط على حريات الناس وتحاول أن تجبرهم وتقولبهم بالطابع اللي أنت تريده، تستقطب وتدمر كل غرائزهم وحيويتهم بدل ما تستثمرها وتحاول أن توظفها وتوجهها بالطريقة الصحيحة. يعني هو أختم أقول أنه مرة ثانية أنه الدين هو يحمل عوامل فناء في داخله، ومشكلته بأن هاي عوامل الفناء في داخله اللي ذكرنا تفاصيلها من البداية هي عوامل استبدادية، ويسميها الدين دائما بثوابت الدين. الآن ما أهمية السؤال عن معنى الدين؟ لو طلعنا على جميع الخلافات والحروب في تاريخنا سنجدها تنبثق عن صراعات حول المفاهيم والمصطلحات والمعاني. الرسول محمد نفسه برر دعوة ورسالته بحجة أنه اضطر للإعلان عنها لأن الكتب الأولى جرى تحريفها عمدا. هذا كل شيء يؤكد خطورة اللغة وعباراتها. فكيف نستطيع إذن الحديث عن قضايا الدين والسلطة والدولة والسياسة وهنا لحد الآن ما نعجز عن تعريفها؟ المؤسف أن الإنسان غالبا ما كان يفضل طريق الحماقات على الطريق الآخر، وهكذا انتشرت حروب المعاني وبات تفسير واحتكار النصوص بمعاني محددة سلفا شيء مهم جدا بتاريخ البشرية. فمن يفرض المعنى الخاص به سيفوز بالسلطة والثروة والجاه. هكذا يصبح الصراع من أجل إما من أجل تطبيق خرافات مثل الدولة الصحيحة أو الدين الصحيح أو اتباع طريق العلم والتعليم والتعقل. أنا طولت وأشكركم على الاستماع، وأتمنى أتواصل معكم بحلقة جديدة عن مفهوم الدين. هذه كانت كلها عن الدين كمعنى وكمصطلح، والحلقة الجاية عن مفهوم الدين واللي بعدها عن جوهر الدين، وجوهر الدين اعتيادي، هذا الموضوع العلاقة بالفلسفة. شكرا خير، شكرا جزيلا على النصات، وأتمنى أن تضغطوا على الجرس لكي يصلكم كل جديد.